والد الشهيد أمين الجرامي يعمل عون سجون بالزي المدني لأنه منخرط أول حاجة ليخدموا في المستشفى المدني الذين يقومون بتأمين المرضى المساجين من مختلف الوحدات السجنية المتواجدة في بنزرت، يقوموا بتأمينها بالزي المدني وبدون سلاح. المعلومة اللي وصلتني أولا هو تم يوم 12 سحب الأسلحة من جميع الأعوان من طرف مديري سجون بنزرت النظور ولو السنتر الحال. يوم 17 أول حاجة المهام الأمنية كل كانت في يد الجيش بداية من يوم 14 في حدود الساعة 3 صباحا من يوم 15، يعني المهام الأمنية كل كانت على ذمة الجيش. الأمن ألغيت المهام بتاعه وصار داخل الثكنات وانسحب حتى من المراكز الأمنية بتعليمات صادرة على العملية المركزية. يوم 17 الساعة 10 صباحا إلا 10 دقائق قمت بمخابرة أو مهاتفة ابن أمين وسألته عن مكان عمله والحالة الأمنية المتوجهة حتى أطمئن عليه، فأفادني أنه بخير وأن منطقة بنزرت وبالمستشفى تحديدا في حالة طمأنينة، يعني هدوء ليس هناك أي تنشات، إلا أنه بعد حوالي منتصف النهار إلا 10 دقائق اتصل بي شقيق زوجتي وأعلمني عن حالة ابني، فأعلمت أن اتصلت به على الساعة 10 إلا 10 دقائق واطمأننت عليه، فقمت بمخابرته هاتفيا إلا أنه لم يرد. حينها استرخصت من عملي لأني كنت مباشر العمل بالإدارة العملية وحدة التدخل، استأذنت ورجعت إلى منزلي واصطحبت ابني الأوسط إسماعيل وتنقلنا إلى مكان الحادثة وإلى مكان العمل متاعه. وبوصولي إلى مكان العمل متاعه مررت على عدة نقاط تفتيش تم تفتيشي بها، لأن المنطقة بداية من يوم 14 منطقة بنزرت كانت منطقة عسكرية، كل وحدات التفتيش العسكري أو نقاط التفتيش العسكري متواجدة في كل شارع وفي كل نهج، زيادة إلى الطرقات المؤدية إلى المنطقة العسكرية كالثكنات والمستشفى العسكري والمستشفى الجهوي. المستشفى الجهوي لحب قطفة ملاصق يفصله سور على طول 187 متر وارتفاع حوالي 1.90 متر، هذا يفصل المستشفى الجهوي لحب قطفة تفصيله عن المدرسة التقنية لجيش البر. وبعد مروري بالباب تم تفتيشي أيضا واستظهرت بطاقة التعريف الوطنية وأعلمتهم أني قادم وأتمنى على ودي، إلا أنني في بهو المستشفى وبالتحديد في قاعة الاستقبال تم منعي بمجموعة من الجيش بعدم اقتناء المدرج الكهربائي. بقيت واتصلت بمسؤولي المستشفى والذين افادوني بانه توفي واخذوا يرفعون من معنوياتي وان ابني موجود ببيت الاموات. بقيت حتى الساعه 5 مساء وكنت مصرا على نقل ابني بسيارتي الخاصه الى مسقط راسه بولايه ريانا منطقه حي التضامن. وتمت تلبيه رغبتي الا نظرا لكبر حجمه لم أستطع حمله على متن السيارة السياحية. حينها طلب مني مدير المستشفى والقيم العام بأن أبيت بالمستشفى، لكنني في بدء الأمر رفضت. وبوصول إلى جرجونة تم منعي من طرف الجيش بمغادرة المنطقة. حينها رجعت إلى المستشفى ومكثت داخلها، وفي الصباح قمت بمعاينة المكان
والحجرة التي يعمل بها ابني، حيث هذه الحجرة لها نافذة بلورية مثبتة فيها 4 درف مثبت، الدرفين الوسطيين مثبتين ودرفة يسارية ودرفة يمنية تفتح على فتحة حوالي 50 سنتيمتر، مجهزة بواقي حديدي، لأن الغرف الذين يوضع فيهم المساجين يكونوا مجهزين بواقي حديدي لأخذ احتياطات اللازمة لمنعهم من الانتحار أو الهروب، حيث أن النافذة لا تفتح سوى للثكنة التقنية لجيش البر، وبالتحديد مباشرة نحو نادي الضباط الخوارزمي. فيقنت حينها أن الإطلاق زيادة على أن النافذة مجهزة بواقي اسمنتي من الفوق وبواقي اسمنتي على الأيسر وعلى الأيمن ومن الأسفل، بحيث يكون اتجاه الرصاصة يكون من اتجاه واحد قادما من نادي الضباط الخوارزمي التابع للمدرسة التقنية لجيش البر فوج 51 بالزرق. بعد ذلك قمت بإجراءات الدفن وقدمت قضية لتتبع كل من تثبت إدانته في قتل ابني وتتبعه عدليا. تمت أخذ القضية من طرف ابتدائية بن زرد، وبالتحقيق الثالث القاضي عماد بخريس الذي تبنى القضية، حيث وصل من جملة البحوث متاعه ومن تصوير المكان ومن تقييم كامل للمنطقة، اتضح وأن الرصاصة متأتية من اتجاه واحد مستعينا من الثكنة خارجة من الثكنة، وبالتحديد من الطابق الأول نادي الضباط الخوارزمي التابع لمدرسة التقنية جيش البر، مستعينا بذلك من الطبيب الشرعي الذي حدد سرعة الإطلاق واتجاهها والقطر الذي تركته في أذن اليسرى لابني رحمه الله، حيث أصيب بشظيتين في أذنه اليسرى، وإن دل على شيء فإنما يدل على دقة السلاح ونوعية السلاح، سلاح خاص لا يمكن للسلاح العادي كالبندقية الشاير أن تقوم بهذه العملية. أنا متأكد جدا بحكم اختصاصي العسكري أن هذا لا تكون إلا من بندقية قنص. وبالتحديد أخذ القاضي في مجريات القضية وتابع أطوارها وجمع المعلومات الكافية، حيث اتضح وأن الذي قتل ابني هو قناص تابع للجيش التونسي ومتمركز بالطابق الأول نادي الضباط الخوارزمي المدرسة التقنية لجيش البر. قديش تبعد عم حسن على فين كان موجود أمين؟ تبعد حوالي 100 متر 120 متر، وكانت المسافة التي تفصل نادي الضباط الخوارزمي التابع للمدرسة التقنية جيش البر والمستشفى الجهوي لحبيب بوقدفة حوالي مسافة 100 متر، حيث مسافة قريبة جدا ويمكن للرامي أن ينفذ رمايته 100%، وخاصة إذا كان قناص وله بندقية قنص. في ابتدائية بن زرت صارت اكسبرتيز باليستيك عم حسن؟ نعم. في ابتدائية بن زرت معناها قاضي التحقيق أمر باكسبرتيز باليستيك؟ قاضي التحقيق أمر بإجراء فحص مخبري، فحص جنائي للشظية، حيث اطرح أنها من سلاح حربي ولا يدخل إلى بلادنا إلا بترخيص مسبق من سواء كان وزارة الداخلية بعد الاستعانة أو أخذ رأي اللجنة نتاع الوحدة وزارة الدفاع الوطني،
حيث معناتها نظرا صغر الشظية، لكنها بين بالتحديد أنها شظية حربية متأتية من سلاح خاص ودقيق جدا. منذ تعاهد القضاء العسكري بالقضية في بادئ الأمر، في بادئ الأمر قاضي التحقيق المدني وجد صعوبة مع القضاة العسكريين، حيث نظرا لما أبداه هذا القاضي من تحقيقات هامة وحدد من قنص ابن أمين صاروا محرجين، أصبحوا محرجين ورفضوا له الموضوع في بداية الأمر، لكن عاوده في مرة ثانية بتاريخ 31 مارس 2011 وتم قبول الكتيب التي به التصويرات الفوتوغرافية اللازمة لتحديد المكان، مكان الرماية والوضعية اللي كان موجودا فيها الهالك رحمه الله. وتم تحديد هوية القاتل وهو المدعو محمد السبتي بن مبروك، وكيل أول بالجيش الوطني مختص في القنص، يعني له عدة تربصات ومختص في الرمي ببنادق القنص وهو قناص. واضح. وفي القضاء العسكري يعني قديش من بداية الأمر في القضاء العسكري عندما اتصلت في أول اللقاء به إلى المحكمة العسكرية التقيت بقاضي التحقيق أول منجب رام، حيث تم رفضي في الباب من الدخول، ولكن بعد الاستعانة بالمحامي سمح لي بمقابلته. وعند دخولي إلى مكتب قاضي التحقيق العسكري وجدته منفعلا، حيث بادرني في بدء الأمر دون أن يقوم بتعزيتي أو إلى غير ذلك. إنسان مصاب، وكل تونسي له رحمة وله معناتها طبيعة جميلة أن يعزي أخاه التونسي، إلا أن هذا القاضي سألني مباشرة: أنت أمني؟ فلم أجبه. ابنك في الأمن؟ فلم أجبه. ثم قال لي: لماذا أنت خائف؟ قلت: لست خائف، تسمح لي بالجلوس وسأسألك أنا بدوري. ما الفرق أو هل هنالك فرق ما بين القضاء العسكري أو القضاء المدني؟ حيث كنت مطلع على التحقيقات المدنية التي قام بها قاضي التحقيق الثالث ببنزرت، ففتح مدرج مكتبه وأظهر لي كتيب المجلة الجزائية وقال لي بالحرف الواحد: هذا كتاب إسرائيل. فرددت عليه: أنت تتحمل مسؤوليتك قاضي وتقول هذا كتاب إسرائيل، نحن دولة مسلمة. فقال لي: ماذا تحب؟ إيش تحب عندي؟ قلت: أريد مآل قضية ابني. فقال لي: ابني قتله الأمن. فقلت: ابني مات يوم 17، استشهد يوم 17، والقوات أم الأمن الداخلي تم توقيف نشاطها بدوام من يوم 14، وأن قاضي التحقيق المدني أظهر بالصوت وبالصورة وباستعانة بالطبيب الشرعي القاتل ومكان تمركز القاتل. وهنا عم حسن سمحني سؤال، يعني هل قام التحقيق العسكري بفحص مخبري آخر للشظية؟ بعد ذلك عندما جوبها معناتها بالحقائق، أخذ في بدء الأمر كان منحازا جدا إلى العسكر، حيث في بعض حديثي معه قال لي: أنت تكره العسكر. فقلت: كيف عرفت أنني أكره العسكر والحال أنك لم تثبت إلى حد الآن العسكر الذي قتل ابني؟ فقال لي: من تصرفاتك. فقلت له: أنت العسكر هي مؤسسة وطنية يعمل بها كل التونسيون وليست حكرا عليك أو علي. حينها رجعت له في مرة وغدرت المكتب بعد أن قلت له: أوكل عليك الله، أوكل عليك الله، أوكل عليك الله أن تضيع حق ابني. هذا في الجلسة الأولى، وقلت: إن شاء الله ابنك يلقى مصير ابني حتى يخشع قلبك وتقوم بواجبك بضمير. اليوم هذه الجلسة رقم ثلاثة. في الثلاثة جلسات، نعم،
شنو كيفاش تعامل القضاء العسكري مع الناس اللي حبوا يحضروا؟ بالنسبة للقضاء العسكري أراد أن القضية أن تكون قضية سرية نظرا لأن القاتل هو قناص من الجيش العسكري وهذا ربما يكشف أسرار أخرى. لذلك القضاء العسكري أخذ منهج هذه القضية وأرادها أن تكون قضية سرية حيث تم منع في الجلسة الأولى صحبة عائلة الموسع من الحضور وبقينا خارج الثكنة خارج المحكمة وبعد محاولات شديدة تم السماح لي وبعض من أفراد عائلتي بالدخول هذه في ثلاثة جلسات في الجلسة الأولى في الجلسة الثانية تم تأخيره نظرا لتزامنها مع القضية الكبرى قضية تونس فتم تأجيلها إلى يوم 31 جويلية هذا اليوم حيث حضرت صحبة زوجتي وشقيقها وبعض أقربائي إلا أنه قبلنا بعدم قبولنا ولا وقدم إلي الرائد الفرحاني وأعلمني بأن القانون لا يسمح إلا بدخول زوجة الشهيد أو أب أو أم الشهيد فقط وبقينا خارج القاعة وبالتحديد خارج مدخل المحكمة والجلسة هي نظريا جلسة علنية لكن التراتيب اللي مطبقة عليها تراتيب أو إجراءات سرية يعني إجراءات سرية نظرا أن العنصر عسكري ويكتسي معناتها أن يكشف ربما بعض أسرار أخرى لقضايا مماثلة في الكاف وتالا والقصرين.